الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا، هذا السيد عثر على هذا الموتور هذا القديم بين هذا الشجر هذا ملوح في هذه الغابه، وجابوا باش يدير له اعاده الاصلاح الاخوان، وغادي ينضيه ويدور به الاخوان ويردو جديد امارش خدام. وهو الاخوان دابا يعني كيفركو كيحيدو لي كابل، يحاول يعني اخوان يعني يحلو فيس فيس بياسة بياسة الاخوان. هو كيحل الجروب حيت يعني كيحل يعني هاد الشاكمة. المهم الاخوان يحلو كامل، الاخوان يفركو كامل، ويعني ما غاديش تصدقوا معنا وما غاديش تخيلوا معنا يعني الشكل يعني اللي غادي النهائي او الشكل الاخير اللي غادي يعطي لهذا الموتور. تعرفوا الا خارج من لاميزون يولي جديد كيشعل. فالاخوان هادشي يعني التحيه يعني للسيكليسا، تحيه للناس عشاق الدراجات الناريه اللي عزز عليهم هاد الاستيكاج واصلاح الدراجات الناريه. وصراحة الاخوان هادشي راه فيه تمارة بزاف وكيشد اليد. وتحيه لهاد الناس الاخوان، وما تبخلوش عليهم الاخوان بلايك وبارطاج، يعني كتشجيع عليهم على هاد المجهودات اللي كيديروا ولا الخدمه الصراحه اللي كيديروا. الصراحه هادشي هو اللي يستاهل الدعم والمشاهده والاعجاب. فهاد الناس الاخوان يعني كيوريو الناس يعني كيفاش الطريقه كيفاش دير اعاده الاصلاح للموتور. وهادشي الاخوان يعني كتحس بواحد الراحه نفسيه شوف على الموتور، يعني كي الحاجه فاش كتكون يعني مصديه خاسره حالتها حاله ما كتكونش عاطيه للعين، ولكن بعد ما يعني الاخوان كتولي فواحد الحله جديده ونقيه وكتولي نظيفه يعني كتحس بالراحه النفسيه. فالاخوان هادشي نفسانيا يعني عامل نفساني كيرتاح حيد الكارت بويات الاخوان. يعني الاخوان كتشوف انه فرك الموتور كامل خلى يعني الكادر راسو بقى الكادر راسو حيد الجوانط حيد كلشي. ودابا واقيلا الاخوان غادي يبدا يعني بدا بالجوانط، يعني بدا بالجوانط كيصبغ فيهم شتو ما حكهم ما دار لهم لا برودوي ما غسلهم ما والو، يعني ما مكرفسينش بزاف الاخوان يعني صبغهم. وهو كيركب يعني دغيا البنو الشومبرير. يعني الاخوان موتور طراز قديمه الاخوان شوفوا معانا، يعني الموتور عنده الشومبرير ماشي تيبيس. هو يركب لهاد الشومبرير الاخوان. وصراحه ما عرفتش ان الماركه ديال هاد الموتور هذا، الناس اللي كيفهموا في هاد الموتور يقولنا اش من الماركه هذا لحقاش من هادي طراز قديم باين. وهاد الموتور الاخوان دابا ولاو الا مود، هاد الموتور ديال الكلاسيك هما اللي ولاو دابا الا مود، وغادي يولي عليهم واحد الاقبال. وهو جا الاخوان يعني لهاد الريزيرفوار او الكادر، هو كيحكوا الاخوان يعني بلا مول من هاد الصدى مصدي بزاف الريزيرفوار. شوف معنا الريزيرفوار كي داير، شوف معنا كيردو تو كيشعل ناضي. يعني بخلاصة القول الاخوان لا يخطي النقا الحاجة فاش كتكون يعني مكرفصة كتكونش عاطية للعين تكون فيها طاقه سلبيه، ومن بعد الاخوان ما كتنظف كتويني شكل اخر وكترتاح نفسانيا. شوف معنا الاخوان يعني هو كيسبق الريزيرفوار. يعني الحاجه الاخوان راه كتكون الاخوان خصها واحد اللمسه شويه ديال النظافه شويه استيكاج شي صبيغه شي ديكور وكتولي يعني جديده الاخوان. فشوف معنا الاخوان يعني الشكل الاخير اللي غادي يولي عليه هذا الموتور راه بزاف راه ما يمكنش تعرفوا ليله جديده الاخوان. هو الاخوان دابا صافي ساهله يعني الخدمه ديال ديك لي بياس. شفتوا الجروب يعني ما حلش الجروب، يعني جروب مزيان يركب علينا الرويضه الاخوان الفران كرديني كل بياسه بلاصتها. هنا يركب الفورج يعني الكيدون لي زومونتيسور. صراحه الاخوان هادشي راه كيطلب واحد التركيز واحد العقل تكون واحد الموهبه باش ترد كل بياسه بلاصتها وتعقل لك كل بياسه راه بزاف الاخوان. فا يعني شوفوا معنا كيرجع لي زومونتيسور باش تكون طراز قديمه الاخوان. لي زومونتيسور كيتركبوا من الفوق عاد كتسد عليهم من يعني من الفوق. هاي الرويضه الاخوان. وانا بغيتكم الاخوان يعني تحكموا على الشكل الاخير، شوفوا معنا الشكل ديال الموتور كي ولا دابا كي كان وكي ولا يعني عاد بدا كيبان فيه الضوء. يعني الاخوان هاد الحوايج القدامين كيحتاجوا شويه ريستوراسيون شويه صبيغه ندورو بهم شويه وكيوليو يعني جدادين اخوان. ممكن تبيعهم يعني بالفلوس الصحيحه. هو كيرد هاد لي زاكسيسوار الفرانات وداك لي زاك لي زاكسي اكسيلاتور الى اخره. وانتوما الاخوان شوفوا معنا كيرد كيركب دابا الكابليات. وهادشي ناضي الاخوان الصراحه.